قراءة معجزة تفتيح عيني الأعمى مليئة بالدلالات اللي بتفرق وبتفصل بين فهم الإنسان في القديم قبل المسيح لمشكلة المرض وفهم العهد الجديد بلسان الرب نفسه لحل مشكلة المرض. أهذا أخطأ أم أبواه حتى ولد أعمى؟ ده الموروث اليهودي، إن المولود أعمى ده اتولد أعمى لأن يا أبواه أخطأوا، ومن ثم فبيعاقبوا على الخطية الفظيعة اللي عملوها، إن ربنا بينتقم منهم بيأدبهم بيعاقبهم إنه يديهم ولد أعمى. ده المنطق اللي هم كانوا عايشين بيه واللي فاهمينه قبل النور الحقيقي ما ينور، قبل محبة الله ما تظهر في المسيح اللي كانت الناس فيها عايشة تحت الخوف وتحت الشريعة. صورة مخيفة ورهيبة اللي لسه منطبعة في أذان الكاثولين. تعال بقى نشوف المسيح رد قال إيه. هل هو أبويه أخطأ عشان كده ولد أعمى؟ قال لا، غير صحيح، لا هذا أخطأ ولا أبواه. طيب مال إيه القيمة اللي يتمتع بها هذا الإنسان؟ إيه التعويض؟ هنا بقى محبة الله أهو، إنه لأنه ولد أعمى، لأنه ملوش ذنب في إنه اتولد أعمى، لأن دي أعمال إبليس، الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس، لأن ده الفساد الذي دخل إلى الخليقة والإنسان الطفل ده ملوش ذنب فيه، فهو الآن مرشح لأن تظهر أعمال الله. ودي جزئية خطيرة جدا الناس ما تعلمتهاش، لأنه ما تنقلتش العهد الجديد، إنه الإنسان اللي وقع عليه الظلم وملوش ذنب فيه لابد أن يعوض من الله أيا كان نوع الظلم. أيوة، أيا كان نوع الظلم. فإذا كان هذا الظلم اللي وقع عليه مرض، عاهة، قصور، ضعف، يبقى هو أول المرشحين أن يعوض من الله. المسألة مش فوضى، الله ترك الظلم يظلم كما يشاء والإنسان يبقى نهيبة في إيد الشر وفي إيد إبليس وإيد الناس، لا، ده هو إذا لم يعوض هنا بالمعجزة زي ما حصل في المولود أعمى فسيعوض في الدهر الآتي. إن عيرتم باسم البر فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم. هو حل عليهم ليه روح المجد؟ عشان عيروا باسم البر، اتظلم، فالناس تظلموا وتعيروا وتهينوا، الله يعوضه بروح المجد مقابل التعيير الناس عملوه. مش بس طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم، وكمان أي واحد يعير ويظلم يعني يقع عليه الظلم لابد أن يعوض، وأن محبة الله فاعلة للتعويض ورد المسلوب ورد الاعتبار وإعطاء ما حرم منه الإنسان وهكذا. وعليه نشوف بقى رد المسيح بقى له المجد على المولود أعمى، ولكن لكي تظهر أعمال الله. اللي خلاه أعمى الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس، الفساد، الخطية، الوراثة، التلوث، العدوى، الميكروبات، هناك أسباب كتيرة قوي ليست هي أعمال الله، هي في الآخر أعمال إبليس وأعمال الناس اللي تحت إبليس وأعمال الناس المهملة في صحتها، هي في الآخر ليست إيد الله. ولكن هنا يتدخل عمل الله ومحبة الله عشان هذا الذي ولد أعمى وملوش ذنب يبقى مرشح للتعويض. الناس فاهمة ان المعجزة حق مفتوح، مدام انا عايز معجزة ربنا يعمل معجزة. طبعا ده كلام ملوش اساس لا في الانجيل ولا في تعليم المسيحية. طبعا المعجزات شرط اساسي انها خبز البنين، ان رعيت في قلبي اثم فلا يستمع لي الله. فاذا مش المسألة كده انت عايز معجزة يلا يا رب اعمل له معجزة، لا، هي مفيش فوضى بالشكل ده. لابد ان تكون
أنت في مشيئة الله ولابد أن تنزع الخطية عشان تبقى ليك الحق أنك تصلي وتأتي إليك المعجزة. فأنا إذن بالصبر وبالتضاع وبمخافة واظب على التوبة، واظب على التصحيح، واظب على نزع الخطية، واظب على طلب الشفاء، وأقعد قدام الرب أرفض أفكار إبليس، ما رجعش تاني الأفكار الشريرة النجسة اللي بتضرب الجسد تاني، ما رجعش تاني الأفكار الغضب والغيظ اللي بتضرب القلب بالأمراض والتوتر تاني. أسلم قلبي ولا فكري ولا جسدي ولا حياتي لسلطان الغضب، لسلطان الخطية، لسلطان النجاسة، لسلطان روح إبليس، عشان ما يرجع ليش تاني البضاعة الشريرة بتاعت. أستغرق في محبة المسيح، أوجد في الروح القدس، أمتلئ من كلمة الله، أبقى جوه حياة الله ومحبة الله، وأنتظره بصبر كده أنمو في الشفاء. خلونا نصلي. اسم الرب يسوع المسيح، قوة غفران دم الرب يسوع، يكون لعبيدك قوة ونعمة للغفران بدم صليبك، قوة فكاك وشفاء وتحرير باسم يسوع. يصير لعبيدك الذين يسمعون ويطلبونك الآن قوة غفران، قوة خلاص، قوة فكاك، قوة شفاء باسم يسوع. اخرج محترقا أيها الروح النجس، اخرج محترقا بقوة سلطان اسم يسوع، بقوة غفران دم الرب يسوع المسيح. تنحل كل قيودك ورباطاتك أيها الروح النجس، انفك من قيودك باسم يسوع، انفك من قيودك الآب بقوة غفران دم الرب يسوع المسيح. ارسل قوة غفرانك، قوة خلاصك، قوة فكاكك، قوة شفاك، قوة تحريرك على عبيدك الآن الذين يطلبونك، الذين يسمعونك، الذين يسألونك. روح الله القدوس تعال على عبيدك كلنا الآن بمحبة الآب، بنعمة الابن، بشركة الروح القدس، بالغفران والخلاص، بالفكاك والشفاء والتحرير في اسم المسيح يسوع، لمجد الآب والابن والروح القدس. آمين.